لذة الانتقام لا تدوم سوى لحظة، أما الرضا الذي يوفره العفو فيدوم إلى الأبد. قول مأثور لأحد الحكماء. نحن في برنامج المسامح كريم. القصة اللي معنا الآن هي من المغرب، قصة خلاف على إرث. رح منحاول نحل هذا الخلاف، ولكن قبل ذلك ندعو صاحب العلاقة وصاحب المبادرة مصطفى. أهلا مصطفى، كيفك يا مصطفى؟ كيف أحوالك؟ تفضل حبيبي، تفضل تفضل، أهلا وسهلا، شكرا على مجيئك هي مصطفى. ما كان يبي يصير. طمني عنك. الأهل بخير، عيال بخير، جميعا بخير. كل شيء بخير. شو بتشتغل؟ أنا كنشتغل مساعد تاجر. مساعد؟ تاجر، مساعد تاجر. مساعد تاجر. أيوة. حاليا أمورك كويسة؟ كويسة. كله طيب. طيب. تمام. تمام. بدي أروي القصة ديالك للمشاهدين بالأول، بعدين نحكي شوي. مصطفى عنده قصة مع أولاد أخوه. كان عنده أخ الله يرحمه توفى. بعد ما توفى الأخ صار في خلاف على الإرث بين مصطفى وبين أولاد أخيه. طبعا أولاد الأخ اعتبروا أنه مصطفى أخذ حصة أبوهم، أو سرق من بين هلالين، يعني أنه سرق لهم حصتهم، وخصوصا ابن البكر عبد الحكيم. عبد الحكيم بيعتبر انه عمه مصطفى سرقه بالكلام المفضوح، صح ولا لا؟ اختلفوا، تزاعلوا، صار في قطيعة عمرها يمكن تقريبا سنة. بس مصطفى حاسس بحاله انه مظلوم، يعني جاي لهون حتى يقول لابن اخوه، لاولاد اخوه، انه انا ما سرقتكم، وهذا اخوكم عزيز علي، هذا ابوكم اخي عزيز علي، ولا يمكن انه اسره. وبده يرجع يطبع العلاقه بينه وبين ابناء اخوه. نعم. مش هيك؟ نعم. مش هيك. طيب، عبد الحكيم هو الكبير؟ الصغير. هو الصغير. هو الصغير. والباقيين؟ كبر منه. بيكلموك الاكبر؟ يكلموني. يكلموني. كلموك. يكلموني. بس هو الصغير زعلان. هو زعلان. زعلان. نعم. انت عندك اولاد؟ عندي. شو عندك اولاد؟ عندي اربعه الاولاد، اربعه. صبيان؟ ولاد يعني صبيان؟ ذكور؟ عندي واحد ذكر وثلاثة بنات. ثلاث بنات. آه. الله يخليهم. الله يخلي. شو عمارهم؟ عمارهم الولد 15 سنة، والدرية 13، وتويمين 8 سنين. آه ما شاء الله. طيب مصطفى، كيف صارت الحكاية؟ يعني خبرني كيف وقع الخلاف؟ أنا لأن أنا كنمشي مع باه للبلاد، تمشي معاه تنجي معاه. نعم. خويا بات عبد الحكيم. نعم. تمشي معاه تنجي معاه، وهو توفى نهار 13 في شهر واحد. نعم. عبد الحكيم كان معايا مزيان، كان كيمشي معايا، كيجي للدار، كيمشي معايا للمسجد، عايش معايا، نشري لي حاجات، نشري لي كل شيء. ولكن عبد الحكيم ملي توفى باه في شهر 13 في نهار واحد، هو في نهار 2 في شهر 10 تبدل عليا، كيتلاقى معايا وكيقول لي انت شفرتينا البلاد ديالنا، انت شفار، ويعمل يمشي كاع. قال لها شفار يعني سارق. اه سارق، سرقتي البلاد. قال لك انت ديتي لنا الاوراق وديتي لنا البلاد ديالنا، البلاد ديالنا ديتيها لينا. نعم. قلت له ما ديت لك لا بلاد لا والو، راه البلاد في بلاصتها، ولكن واحد عمي هو اللي واخذها كيتصرف فيها. نعم. عمي كيتصرف فيها. نعم. ولكن هو ما عرفش، ما جاش سولني وتبعنا بشويه بشويه تنوريه. هو قال لي لا، انت اتفقتي مع عمي وديتي لنا البلاد ديالنا. نعم. كيمشي كيتلاقى مع ولدي غادي للمدرسة، تيقول لي في الطريق باك شفار. الدري تعقد ليا، ما بقاش باغي يقرا، كيقول لي قدام الزملاء ديالو، كيقول لي راه انت انا باك شفار. ولدي اللي جا عندي قال لي اش عمره عبد الحكيم؟ عبد الحكيم 22 23 22. شاب. شاب. يشتغل؟ اه كيشتغل. يشتغل. اه قلت لي اخوانه الاخرين بيحكوا معك طبيعي؟ يحكوا معي طبيعي. ما بيعتبروك شفار؟ ما لا ما بيقول. لا. انت عندك استعداد انك ترجع لهم الارض؟ عندي استعداد. عندك استعداد؟ عندي استعداد. شرط؟ في شرط؟ في شي شرط؟ كونديسيون؟ في شي؟ يكون غادي نوقف معاهم وغادي نوريهم، لان يعني تقعد معاهم نقعد نوريهم الاوراق، نوريهم الاوراق، نوريهم لان نعم. الاب ديالو، لان أيوه. انا كنسال الارض ديالي، كنسالو مع باهم، انا وريث منهم. نعم. وريث منهم. نعم. هو مازال ما عرفش كيسحبني، لان انا ديت ليه الاوراق وشفرت ليه البلاد. آه. انا ما شفرت ليش البلاد، البلاد بقى في بلاصتها. نعم نعم. نحن بعثنا رساله لعبد الحكيم، بقى بنشوف اذا كان استلمها واذا كان وافق على المجيء. تفضل طلعوا.
جورج، حنا الان كنتواجدوا بمدينه الدار البيضاء، ودابا غنمشيو باش غنقلبوا على الدار ديال السي حكيم الحرزي. اجيو معايا نشوفوا واش كاين باش نعطيوه الدعوه ديالو. على ما يبدو حنا الان قربنا نوصلوا للدار ديال الحكيم الحرتي. السي حكيم الحرزي. مزيد 1981 شهر 7 حنا عندنا لك اسيدي واحد الدعوه من الاستاذ جورج. هيا استاذ جورج. استاذ جورج، واش قبل الدعوه ديالو؟ ممكن نقدر نقبل ان شاء الله. اسيدي يلا الله يعاونك. شكرا. عبد الحكيم استلم الرسالة، وافق على المجيء. عبد الحكيم منتظرنا نعطيه إشارة. مثل ما قلت قبل، في معنى عمه مصطفى لعبد الحكيم. عمه متهم من عبد الحكيم وتقريبا العائلة انه هو اخذ ارثهم، ارث ابوهم بعد ما توفى ابوهم. ابوهم توفى من حوالي سنة او من اكثر من سنة، بقى في خلاف على ارض شرحناها. جاي الأخ مصطفى جاي لهون لحتى يقله لعبد الحكيم أنه لا، أنا ما سرقتكم، أنا مش شفار مثل ما بيقولوا بالمغرب، ومستعد كمان إذا يفرجيهم الأوراق ويتصافى وياهم ويرجع لهم الأرض إذا كان في لازم. بدنا نحاول نحل هالمشكلة من نادي عبد الحكيم. سلام على رسول الله. أهلا. إلى الزهيل سيدنا محمد. الله معاه علي. أهلا أهلا. حلو حلو حلو. تفضل يا هلا عبد الحكيم. ازيك حبيبي؟ شو هالحلو هذا؟ طمني عنك، شفتك لابس نظارات بال عندي حساسية في العينين على حساب الأشعة. والأشعة نظرات شمس يعني؟ نظرات مش شمس. نظر؟ لا مش نظر. نظرك كويس؟ كويس الحمد لله. شوف البنات، شوف البنات كويس؟ كويس الحمد لله. يا أهلا فيك. أهلا عبد الحكيم. الحمد لله. طمني حبيبي، كيف أوضاع الأهل وكلكم بخير؟ الحمد لله، كل شيء بخير. العائلة الأمور جيدة في المغرب، الحياة ماشي كويس الحمد لله. في شيء زعجك؟ ما في الحمد لله. هذه في أحلى منها، إنه الإنسان يكون عايش سعيد وما في شيء زعجه. والله برافو. أنا بشكرك إنك جيت أولاً، لبيت دعوتي. يمكن كنت متصور إنه برنامج مسابقات ومدري إيش، وبدك تربح فلوس. تمام. ما رح ربحك فلوس، بس يمكن تربح أرض، شو بعرفني. ها؟ بجاز من عبد الله، مرحبا. عبد الحكيم، أنا مش صاحب الدعوة المباشر، في حدا دعاك. هذا البرنامج مختلف عن برنامج المسابقات، هذا في شخص بيطلب منا ندعو شخص آخر، بقى نحن بندعيه وبنمسط بنفرح نشوفه، خاصة لما بيكون هيك بهال. قالوا لي موسيقى. ايه موسيقى؟ نعمل موسيقى شونشر. انت بتحب الموسيقى؟ بتغني؟ تمام. شو بتغني؟ اي حاجة عرب مغربي. تغني راب؟ لا شعبي. شعبي؟ ما شاء الله شفتك صوتك حلو هيك، مثل ايش بتعرف تغني؟ شعبي اي حاجة حبيتي. سمعني شي شعبي هيك مغربي بشرفك. وتسيرك بيدا وتصلي في الوليدة، ضربيني جانا وقمشيني جانا، وراني تاني بغيك على قبلك يتايا، درت ليها الحبايا سطتني انا وهبلتني انا، وراني كان بغيك. اوه حلو 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 حلو. شوف
شوف شوف شوف هالجمهور شو سعيد فيك. نورين. شوف هالجمهور شو حبك. الحمد لله. بس انت بتغني بالمغرب مثلا احيانا بحفلات بشي شعبي يا حي بتغني تمسك ميكروفون وبتغني؟ تماما. والله برافو عليك يا سيدي. حتى ندخل بالموضوع وبدي اياك تضل رايق وهيك والناس حابينك ووجهك بشوش والى اخره. قلت لك صاحب الدعوه مش انا, شخص اخر هو اللي دعاك. بدك تعرف مين؟ لا بدك تعرف مين؟ مش عايز تعرف مين دعاك؟ بحلاش فهمني. لا بحلاش, في واحد دعاك تجي لهون بده يقول لك شيء. مرحبا. مرحبا. بتشوفه؟ بدك تعرف مين هو؟ تريد ان تعرف من هو؟ ها نريد نعرف منه. انظر بهذه الشاشه. ايش كدير دانا؟ ها ها وين الضحكة؟ وين ضحكتك؟ ترى مديري انا رزقنا هذا. اقعد شوي. اقعد لاقول لك انا شو الموضوع. هيك شو؟ قلنا لك رح ترجع تربح ارض. حكيم. السلام عليكم استاذ. حكيم روق شوي. حرام على اللي بيروح لك يا حكيم, حرام على اللي بيروح. هذا عمك, عمك مصطفى. شفار هاد عمي, هذا شفار. طيب انت قلت له شفار قدام الناس بالشارع, تصرخ له وتقول له شفار وانا داير بيه دعوة. كويس. في المحكمة. خليك داير الدعوة بس بدي اقرا لك الرسالة تبعه. خليك معي شوي. بيقول لك ابني العزيز عبد الحكيم, خليني اقراها القاعد لانه طويله. صحيح انك لا تطيق سماع اي رسائل مني, لكنني افعل ما افعل امام الله اولا ثم امام كل من يشاهد هذه الحلقه لكي اقسم لك انني لم اسرق ميراث ابيك كما تعلن انت. يا عبد الحكيم, لست أنا من يأكل مال اليتيم, وأنت مثل ابني, وأبوك رحمة الله عليه كان أخي. أفتحسب أنني كذاب؟ أفتحسب أنني لا أخاف الله فيكم ولا أراعي أنكم يتامى؟ يا عبد الحكيم, أنا آسف حقا لأنني لا أستطيع إقناعك رغم أنك كنت الأقرب إلي من بين إخوتك, وبعد أن كنت تراني مبتسما أصبحت تسبني وتشتمني وتعتبرني لصا, وأقسم بالله أنني لست كذلك, ولو كنت كذلك لما اهتممت بأن آتي إلى هذا البرنامج وأدعوك لمسامحتي. يا عبد الحكيم, كفانا ما فات, ولنعد إلى حضن ولتعد إلى حضن عمك, ولتعرف أنني لازلت أحبك ولازلت أراعي ذكرى أخي, ولو حدث معي ما تعتبره إساءة لك فأنا أعتذر عنه إكراما لذكرى أخي. سامحني والمسامح كريم. أنا سمعت لعمك مصطفى, عمك مصطفى يقول أنه مظلوم وأنه لا مش صحيح انه هو اكل الارث, ارث ابوكم او اكل البلد الارض اللي عندكم, وهو قال مستعد يعطيكم الاوراق واللي لكم حق فيه تاخدوه. وانا مشيت عنده ما بغاش يعطيني الاوراق. هلا عم شي غير, مشيت لعنده ما اعطاك, هلا كاين يعطيك. هلا اجا على برنامجي, برنامج المسامح كريم, شاف انه في هالبرنامج واجا عشان يصفي نيته. يمكن ضميره تعبه, يمكن عاطفته ضغط عليه. انا بدي اسمع مصطفى. مصطفى يا ريت تقول له لعبد الحكيم اللي قلت لي اياه. انا لما اللي نوريه الاوراق دياله ويمشي معايا ونوري حاجه بحاجه تيوصل. علاش انت ما بغيتيش انا اصلا ما يجيش عندك؟
ونتايا بقى المد ديال الوالد يلاه يلاه مشي 50 يوم نكرتيني وجمعتيني قلت لي سير للبلاد. انا ما كنتش عارف، انا ما عارفش البلاد، انا واش انا عارف شي بلاد؟ ما كنتش عارف الوالد، ما كنتش عارف يا عبد الحكيم والله ما عارف. انت عارف كل شيء، انت والله ما عارف، والله ما عارف عمي انا كنت والله ما عارف، انا شفت فعلا اللي قلتي انت راه ضحيه بحالك، انا راه ضحيه بحالك، انا كنتسال الحق ديالي باقي ما خديتوش. ولكن توريني توريني انت نكرتيني وجمعتي معايا وطوريتي قلتي لي بحال ما كاين والو، قلتي لي سير بوحدك. انا ما عارفش انت كتقولي انا الوالد، لان اجدرك اي من ولدي كتمشي لي المدرسه وتلاقى معاه قدام الولد ديالو كتقولي انت باك شفار شفار وحيد نتايا انت ماشي شفار. ولدي تعقد لي يا عبد الحكيم، كيفاش تعقد لك ولدك؟ حشومه عليك حشومه، وانت اللي تدي فلوس للتامه؟ انا عمك فعود باك، انا عمك فعود باك، كيف عاود باك؟ دابا ما بقيتيش فعود باك، مين يولي الصين راه دابا وصلنا كاع كاع غيشوفونا كاع الجمهور وكاع غيشوفونا العائله كاع ما بقيتش انا كاع غنشوف هذا الشيء. انا اصلا ما جيتش، انا جيت عبد الحكيم، انا جيت عبد الحكيم تمشي نوريك حاجه بحاجه، بغيتي توريني؟ لا حيت دابا انت ما بغيتيش توريني، كل بغيتي توريني راه هذاك الشيء كله هذاك الشيء اللي انت محتاج به غتوصل ان شاء الله. ولدك ايمن، ولدك ايمن عنده العقل، ولدك غير صغير وعنده العقل، انت ما عندكش العقل، انت نكرتيني وجمعتي طولتي معايا قلت لي باقي الشوراق، باقي الشوراق في الحكومه، باقي الشوراق في الحكومه، باقي الشوراق في الحكومه، انا باقي بحالي بحالك ما خديتهمش، خاصنا نمشيو. خلي يحكي شوي، استريح استريح، خلي يتكلم شوي، اسمعوا انت شوي. والله انت كذاب، بالله هذا كذاب هذا. امشي معايا عبد الحكيم، غتمشي معايا وغادي ناخذوا اوراق ديالنا من الحكومه، راه باقي ما خديناش الاوراق من الحكومه، راه انا بحالي بحالك، باش انا ضحيه بحالي بحالك، باقي حتى ما وصلتش. بذكر ابوك معليش. بذكر ابوك كنت كنحتارمه، ماشي ما كنتش كنحتارمه. في مشاكل وفي امور اكبر من هيك بكثير، والناس تسمع بعضها تتفاهم تسامح، في امور اكثر. يعني انتم شو القتيل بالارض؟ في قتيل بالارض؟ ما في قتيل، ما في قتيل، ما في دم، انتو خلاف على بلد على ارض. وجاي الرجل عمك كبير عمره 50 سنة، اجا من المغرب جاي على البرنامج امام الملايين، وبعدك بتقله شفار، وبتقله لص، بتقله سارقني، بتقله كذاب. اجا الرجل انهان ذل نفسه لحتى يسترجع ابن اخوه ويرجع يقلك يا عمي انا ما سرقتك، طيب خذ واعطيه معه. يعني خليك وجهك الجميل اللي دخلت فيه على الاستوديو، مش حابك شوفك هيك معصب وزعلان، مش عايز تحكي معه ما تحكي معه يا اخي، مش عايز تصالحه ما تصالحه، ما تسامحه، بس ما تعبس هيك، بدي اياك ترجع تغني هلا. انا بغيت نعرف قضية واحدة، علاش ما بغيتش تعطيني الوراق؟ علاش؟ انا ما مصرش بالوراق، تمشي معايا ونسولوا على الوراق باقين في الحكومه باقي، لان يلاه مات خويا باك، يلاه مات باقي ما شي وراق باقي ما كاينينش، باقي خصنا نمشيو نقلبوا عليهم في المحافظه ونجبدوهم وتمشي معايا. وداك الشيء اللي تباع فينا هما فلوسو باقي ما تباعش والو، باقي ما تباع حتى شي حاجه، ملي غتباع شي حاجه راه غادي كلشي غتشوفه بعينك وكلشي تمشي معايا، وغادي نوصلوا للحكومه ونجبدوا الاوراق ديال البلاد ونوريك حاجه بحاجه تتقتنع. عبد الحكيم انا عمك، علاش هادشي في الاول؟ علاش ما درتيش معايا؟ انا هادشي اللي بغيت نعرف، علاش في الاول قلتي لي سير روح انت سير البلاد بوحدك؟ واش انا عارف شي بلاد؟ انا ما عارفش. انت جيتي جاهل، ما جيتيش بواحد الطريقه ديال العموم وتجي عندي يقول يا عمي اشنا هو نديروا هادي ونديروا هادي، بلادي احسن وتمشي تمشي عمي ولي. عزيز عمي عزيز صيفطولك ودرتي فيه حتى هو، قلتي لي هذاك دري صغير ما كيعرف والو خليه، مال خوتو الكبار اش ما يهضروش، حيت خوتي كيحشموا، خوتي كيحشموا منك، حتى انا كنحشم منك. خوتك ما عمرهم ما عيروني، ما عمرهم سبوني، ما عمرهم قالوا لي شي حاجه. انا ما عرفتش، انا كعمي ماشي ما عرفتش، انا ما عرفتش ولادي، ولكن واش انا عمري وصلت معاك؟ حشوم عليك حشوم عليك، انا عمك فعود باك، انا عمك فعود باك، انا عمك فعود باك، اللي هي خصاتك اجي عندي ونمشي معاك على حسب استطاعتي نديرها، نمشي معاك ونسول معاك وكل شيء غادي، انت عارف كل شيء. دابا انا بغيت نعرف من هادشي كامل، وضح لي قدام هاد الجمهور اشنو هو غدير معايا، انا بعدا كنداعيك في المحكمه. شوف ودير محامي. شوف اسمعوا خليه يحكي، باش كلهم فاهمين. اسمعوا خليه يحكي. ايه خسر مصاريف خسرهم على قبرك. عبد الحكيم اسمع، عبد الحكيم غادي تمشي نمشيو وغادي نوريك اي حاجه خلى باك غادي نوريها لك، واي حاجه نوقف معك فيها، وانا عمك فعود باك، اي حاجه اي حاجه نوقف معك فيها، وانا مستعد نوقف معك فيها. لو 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 بده يحكي منه مضطر يجي لهون، ولا مضطر يكشف عن وجهه، ولا مضطر يخلي ملايين الناس يسمعوا. واحد الاول كيموت على ولاده ولا على بلاده، باش كون فاهمك، تبغي نتايا تبغي نتايا توفى ولدك بحالو كيطرى لي بحالو كايا،
راه ما ديت لك عبد الحكيم والو، كلشي راه باقي بلاصتو، راه باقي البلاد، راه باقي حيت عمي حتى هو راه واخد واحد البلاد، راه انت ما فاهم والو، الدري صغير ما فاهم والو، راه خاصك تفهم عبد الحكيم، راه موضوع ديال البلاد راه قصه طويله، راه خاصك تفهم، راه ماشي ساهله باش غادي تجي وتاخذ واحد الحاجه، راه خاصك تنوض وتجري وتبحث، راه باقي الورق في المحافظه، باقي في المحكمه، راه خاصك انت تمشي معايا وتجي وتقول لي يا عمي اشنو كاين، وغادي نمشيو رجلي برجلك ونمشيو للمحكمه ونمشيو نجبدوا ورقه بورقه باش غنوصلوا للبلاد. رقي الورق علاش باش تعطيهم لي انا؟ وشي بغيت نعرف الوراق كلهم في المحافظه. دابا الوراق دابا ولاو عندك؟ دابا كاينين في المحافظه ماشي عندي، خصنا نمشي نجبدو. عبي انك تمشي معه على المحافظه وتشوف الاوراق. نشوف الاوراق، راه كلشي في المحافظه. شوف كل الاوراق عبد الحكيم، راه كلشي في المحافظه، غادي نمشيو ونسولو كل الارقام ديال الاوراق ونجبدوهم. وانا سمعت عمي عزيز قالوا لي باعوا طرف من البلاد. هذاك باعوا باك في الحياه ديالو، واحد الطرف باعوا باك في الحياه ديالو، هذاك ديال باك. مين ابوك باعوا؟ ابوك باعوا؟ انا ما عرفش البلاد، هو اللي عارف. لا داك في البلاد باعوا باك، باعوا في الحياه ديالو، باعوا يعني في الحياه ديالو. هذاك ماني طيب، بلي انا ما عندي متخاله في هذاك، ما عنديش فلوس. نعم انت ما خديتش الفلوس؟ لا ما خديتش، ما خديتش، انا حقي باقي تما، انا حقي باقي معاك في الارث ديالي، باقي معاك، باقي معاكم نتوما، خاصني نوض نمشيو ونقلبوا عليه وغادي نجيبوه، نبقاو تنوصلوا الارقام ديال الاوراق ديال البلاد ونمشيو للمحافظه ونتحركوا ونمشيو وغادي نجيبوا الاوراق وغتبان البلاد. انا بشرط واحد القضيه نقول لك، انا ما غنتازاش على الدعوه، انا دابا داير دعوه وداير محامي. حكيم مسيني. حكيم انت انا نقدر نهضر مع محامي يقول لي عمي غنقدر نتفاهم معاه، ولكن غيبقى داك الشيء كما كان، خاصني نمشي معاك حيت انت كتقلب في الهضره ديالك. ما كتقلبش عبد الحكيم، راه انا راه ما درت لك حتى شي حاجه، راه كلشي باقي، راه البلاد باقا في بلاصته، راه كلشي باقي في بلاصته، انا راه بقى فيا باك اللي ضاع ما غنوجدوش، انا راه عاود باك، راه باقي ما درت لك والو، حتى شي حاجه ما درت لي. مصطفى خلاص تروح معه على المحافظه. نعم. بتفرجيه كل الوراق. نعم. هو ما بيسحب الدعوه الا بعد ما يكون مطمئن انك فرجيته كل الوراق. نعم. مفهوم؟ واضح كلامي؟ لكن يعطيني وعد. أه؟ خصو يعطيني وعد. يعني وعد شو يعني؟ يعطيني زعما يدير معايا ورقة بما غادي يمشي معايا وبما غيوقف معايا وبما غادي يدير معايا هادشي اللي قال. خلاص ما خلاص هلا حكي أمام الملايين، أمامنا نحن، أمام الله. كلوا شاهدينا؟ كلنا شاهدين وأنا شاهدين، نحن متابعينه. أسماء هناك في المغرب رح تتابعوا كمان. ما عليك. بس أنت المهم يعني لازم تشوف الحقيقة مزبوط، ما تكون عم تظلمه مثلا. ايه بس هلا بدك تتصالح معه ولا لا؟ بدك تسامحه يعني على هالقصة، يمكن تكون انت عم تظن فيه، عم تشك فيه، وان بعض الظن اثم. لا متفق معك. انتبه صراحة. اه متفق معك تماما، ولكن دابا انا على قبلك انت وعلى قبل الجمهور. ابدا نحن موجودين ونحن متابعين، وانا على اتصال معك على طول. غادي نمشي معاه وغادي يدير معايا هادشي، ولا ما دارش معايا هادشي شوف الحقيقه كما هي استاذ، وشوف شوف اذا كان انباع من الارض، اذا انباع شيء بزمن ابوك هو عايش الله يرحمه، وبتشوف كل الحقائق. كويس؟ كويس. قل له انا مسامحك والمسامح كريم. انا مسامحكم ومسامح كريم. يلا هلا بدك تكرر هاي الكره اللي عملتها. لا منيح. قوم عم الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. يعني هيدي سعادتنا نحن، وتشوف دائما الانسان عنده طيبه. انا بشكرك على مبادرتك، انك جرأت وجيت وحكيت امام العالم وسمعت الكلام النابي اللي هذا الولد البلا تهذيب قاله. بس امر ليك حكيم. شكرا. يلا شكرا. تفضل شكرا. الله حلوين. يلا اذا خلصنا بفرحه وباغنيه وببر هادي شو هاد. والى اللقاء بقصه جديده مع المسامح كريم. شكرا.